وصلنا أسوان، ربنا يستر على القرية. دلوقتي مع ابو حميد وهنعدي بالمعديه من الهوتيل للناحيه الثانيه. مونيكا الفرصة بس كانت واقفة في لجنة. حمام ايه ده؟ مونيكا بس كانت مزنوقة في حمام مية والحمد لله فضت. أخيرا بعد رحلة طويلة وصلنا المكان المشهور اللي اسمه مكة وفي طوابير. يعني نعمل صورة نعملها صح بقى. طبعا عليكم في المقدمه، انت عارف بعض بعدين انا جاي لكم هنا من مكتب عملته في جراج بيتنا. المهم الفقره اللي جايه جامده، ماشيين في الفلوكه، واحد مره سمعت صوت واحد بيغني فرنساوي، ببص لقيت ولد ماسك في جنب المركب ومعاه والله العظيم ما بكلمكم لوحتين خشب بيأدي بيهم، بعد ما بيغني بياخد اللي فيه نصيبه وبيتكل على الله. في وسط في منفى مفيش غير حيوانات حوالينا ومفيش غير بط ومعزتين هتشوفوه، بلد رهيبه وشعبها جميل. في قعدة في الدنيا وممكن تبقى احسن من القعدة دي. جري ايه وبتاع ايه؟ بص اوريكم برضو داخل. اوبا، لا لا لا، بص الشجره دي ما تسالوش بمهاره السواق ان هو يعدي من الخندق ده. لا اوعى تقول احنا هنلف شمال، احنا هنلف شمال كده تبقى معلم يا ريس توتو، ما تخافش انا واخد بالي. بص المعلمه، دوس. لا 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 لا. الله ينور يا ريس توتو، والله الحته اللي فاتت دي كانت صعبه، انا فوق وشايف. دي بس مقدمه، دلوقتي محمد هيطلع لنا ميه، هي دي حته النيل انضف حته، هيطلع لنا كوبايه وهنشرب، ولو حصل حاجه كله عشان الفيديو. هشرب عشان تجينا الدور الجاي على طول. اكيد يا معلم. والله زي الفل. لا ده ما فيهاش حاجه خالص، ده احسن من الميه المعدنيه. اه والله ساقعه وجميله. حاجه جميله والله. خدت الموضوع ده كم مره بقى؟ طبعا حاجه مهمه تتقال وسط الجمال ده كله، ان انا دمي هيخف مع لما اتعود على الفلوج. اول مره اعمل فلوج فبيبقى فيه شويه تقل جايين مع عدم الثقه. فوتوها. دلوقتي احنا في الطبق السفلي بتاع المركب، لو حد كان شاف يعني اي صور حلوه على اسوان هو المكان ده. عارفين الصور الملونه اللي بتشوفوها على اسوان؟ هو المكان ده، اسمه اناكاتو. مش هو ده خالص. غالبا هو ده. ده اناكاتو داخلين عليه دلوقتي. المفروض الاكل خطير، طلبنا الاكل بالتليفون، طالبين ويكا وحمام وان شاء الله معانا حد جري يا جدعان. اهلا وسهلا بيكوا في اناكاتو. يجري كده بيجروا ليكوا حاجه في سريعه. دي الاوض كلها عندك هناك قاعده مفيش منها اتنين، قاعد فوق هنا شلتتين،
ومش عايز حاجه ثانيه من الدنيا. وده الفيو. وبعدين عشان تيجي بقى في الحتت دي ده الترانسبورتيشن اللي هنا كله بيجي. وبعدين تطلعوا فوق هنا، هنا السوق، هنا بقى اللي بتشتروا. ممكن واحد يشتري بقى كل الحاجات بتاعت السوق النوبي بقى، كل الخرز والشنط اللي بيعملوها، الحاجات اليدويه. تهالي دي حاجه ممكن تتلع. آه يا نهار ابيض. صباح الخير عليكم. النهارده ثاني يوم اهو في اسوان، وفاضل تقريبا اقل شويه من 24 ساعه على السباق. الخيط غسلت خالص ودخلت وطلعت وكله كويس. قلت كده اجي اعمل جاريه سريعه كده بس على فيس هادي عشان ظهري. كده جارية بتاعت قبل السباق خلاص خلصت. جريت على بيس 5.5 دقيقة في الكيلو بس، وعلى بيت اليوم. مكان جميل، أسوان جميلة. وشكو الساعة دلوقتي 5:05، صحيت تقريبا 4:15، جو تلاجة فريزر. بتمشى دلوقتي، عدينا بالمعدية من الهوتيل، عدينا بالمعدية الناحية التانية وبنتمشى تقريبا 10 دقايق، بقالنا 10 دقايق ماشيين وما وصلناش لسه لمبنى محافظة أسوان. وده الحتة اللي هيبتدي من قدامها السباق. جو شيخ، حلمتي هتقع. هنقدد الحتة دي هنطلعها عشان عيب. هوريكم دلوقتي احنا وصلنا تقريبا تنظيم. الصراحه تنظيم على اعلى مستوى. البانر ايش العربيات بطلوا يعدوها. متخيل مصر بلدي شويه شكلي. 1 2 دي سنسر عشان السباق الوقت، وده عشان الصوت. صوتكم 1068. صوتوا كلكم 1068. هو هيكسب بتصويت الجمهور مش بكاري. بالظبط كده. ماشي. لا ما اعتقدش. السباق هيبتدي يا جماعه دلوقتي. نور طلع. ستارت لاين. ايمن حقي صاحب السيو بتاع الشركه والمنظم الاساسي. شغل الصراحه حاجه خطيره يعني. ودلوقتي السباق واصل 10 كيلو في 58 افريج بيس 5 دقايق و46 ثانية لكيلو. اللي حلو جدا ان لو انت بتقرب بتسمع صوت الطبل ده وبيشجع جامد جدا. دول الرننج شيبس، الرننج شيبس اللي بيحسبوا الوقت والبيس بتاع كل واحد. تقريبا 2:30 لسه ما حدش من ال 40 كيلومتر جه في الماراثون، بس ال 10 وال 20 معظمهم جم دلوقتي ومستنيين ال 40. اول 42 كيلومتر يوصل. عاش يا كابتن. فاكر اسمك ولا لا؟ اسمك ايه؟
ارجعوا محمد. حبيبي ايمن من ال ثانك يو صاحب الفرقه كلها وجريت جوب وجريت اورجنايزيشن صراحه. مبروك يا ايسو ومعاكم كل واحده ان شاء الله. جريت يلا بينا. خلصنا سباق وخلاص راجعين لوتات. في ناس تقول لك عيب انت لسه جاري، ارجع جاري. احنا خدنا ميكروباص. ايه رايك يا كابتن؟ دلوقتي بما ان السباق خلص بقى جشع بقى.